أهلا ومرحبا، كل التوفيق إن شاء الله. والجياد جاهزة، انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 16 من 4 سنوات المبتدئة بقيادة حردان من وسط الجياد، والفارس فالح بغني من الجهة الداخلية، محاولة للجواد نهاب النايف، ومحاولة من الجهة الوسطى حسن بن علي المطوي مهيب الشجاعة، خطوة بخطوة نهاب النايف، النايف ريسينج وألبرتو سنة في الترتيب الثالث. في الترتيب الرابع نشاهد الجواد اي جي اس صاعق مربط الجريان، وشيتبان ميزور صدر الثنائية بقيادة حردان. الوصفة والشعار البرتقالي مهاب عبد الله بن مبارك جفال النعيمي وقيس البوسعيدي. المنعطف ما قبل الأخير ونقطة 800 متر حردان بوضع اليد وفي قيادة الوصافة لمهيب الشجاعة. الترتيب الثالث اي جي اس صاعق، والترتيب الرابع نهب النايف باتجاه إلى المنعطف الأخير 400 متر على خط النهاية. حردان في قيادة وإي جي إس صاعق قادم، حردان عبد الله بن محمد العطية وفالح بوغنيم، وتخطف الصدر إي جي إس صاعق مربط الجريان وشتبان ميزور. الوصافة لحردان. الترتيب الثالث نهاب النايف، والصدر مع الجواد إي جي الصاعق مربط الجريان شتبان ميزور. مبروك الوصفة لل عبد الله حبيبي داخل الريس. And the official results for the first race of the day, the winner horse number 1 AJ Saig, owned by the Algerian stud trained by Mohamed Hamed Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur. Second horse number 11, Nahab El Naif, Omar El Naif Racing, trained by Georgina Ward, ridden by Alberto Sana. Third horse number 5, Hardan, Omar Mr. Abdullah bin Mohammed El Atiyah, trained by Mohammed Nasser Ramzani, ridden by Farley Bughanay. Fourth horse number 16, Tania, Omar Amgan, trained by Alban Demule, ridden by Ronan Thomas. And in fifth place, horse number 4, Azuz, Omar His Highness Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani, trained by Jasmal Ghazali, ridden by J.P. Guillaume.